الفنان المبدع الأصيل لازم يكون عنده حتة. والله أنا ما عنديش جنون للأسف يعني، يمكن عارفة الجنون ده بيفيد في التمثيل. أي أنا أعرف ممثلين كتير مجانين. زي مين؟ كتير. طب في بره يعني، في بره كتير، وفي اللي بيسكروا وفي اللي بيعملوا حاجات تانية ومش عارف ايه، وما اعرفش بيعرفوا يمثلوا ازاي وهم وهم مساطيل. انا ما اقدرش يعني، لو اي حاجه حتى السجاير كانت بتدوخني يعني، ما اقدرش اركز. نرجع لمرحله ايامنا الحلوه، ايامكم كانت حلوه. ايامنا الحلوه هو الفيلم بقى اللي قربنا من بعض انا وفاتن كده، واللي هو اثناءه او بعديه على طول اتجوزنا في سنه 55. كانت ايامكم شكلها ايه؟ ايامكم ايمن. ايامنا كانت حلوه. حلوه ايامنا. بصي هقول لك، اولا الناس ما كانتش مستعجله. الدنيا كانت هاديه. مصر كان فيها زي ما بقول ايه 30 مليون. وكان فيها خير. ما حدش بيجوع. شوفي مش بلد فقير مصر يعني، بلد فقيره عموما، انما كان فيها خير. اي واحد ما فيش حد بيجوع. اللي عنده لقمه يقسمها اتنين ويدي واحد افقر منه طول عمرنا، ولغايه دلوقتي الحكايه دي عند الناس الغلابه، تلاقي برضو ايه يقسموا لقمه اتنين ويفرقوا للناس اللي افقر منهم. ولذة المصري ايه؟ انا اصلي يعني رحت كل البلاد ما لقيتش زي الشعب بتاعنا الطيبه. مثلا ما يحقدش، ما اعرفش الحقد. انا ما بفهمش ازاي ما بيحقدوش يعني، يبقى غلبان قوي ما عندوش حاجه ويشوف ناس راكبين مرسيدس ايه وما يحقدش بديشليون جنيه يعني بعماره تمن عماره، يقول حلال عليه يعني ربنا يزيده علي. يمكن ربنا هيدينا كمان يعني. شوف العقلية. انا مره ماشي في الشارع كده في العربيه، لقيت واحد غلبان ماشي جلابيته مقطعه ووش عامل اهو يعني، باين عليه ما كلش بقاله ايام وماشي في الشارع وفي ابتسامه على شفايفه يعني كده اهو. الله. طب ده هيموت من الجوع، بيضحك ليه؟ فوقفت العربيه قلت له ايه يا عمر مش عارف ايه، قلت له انت غلبان، انت شوف جلابيتك ايه، عندك كام عيال؟ قال لي عندي 8 يا بيه. قلت له طب ولاقي تكسيهم وتلبسهم وتوكلهم وتوديهم مدارس؟ قال لي يا بيه ربنا كبير على طول، كل حاجه ربنا كبير. فبقول له طب انت ماشي مبتسم، ايه اللي مخليك مبتسم؟ انا عايز افهم يعني بيبتسم ليه؟ غلبان وجلابيته مقطعه وما كلش بقاله ايام وعياله كده. فقال لي بصي، ما قالش حاجه، عمل حركه لغايه النهارده لما بحكيها لناس بره بيقولوا لي يا سلام عمل لي كده اهو. دي ايه بقى؟ بس ما قالش حاجه. دي بقى ربنا الشمس، ما اصل ربنا يعني عمل حاجه حلوه في ان ادى الفقراء الشمس والطقس الجميل. تلاقي الناس الأغنياء عايشين في التلج فوق، تلاقي يعني في العالم. ايوه بص تلاقي في السويد وفي فنلندا وفي مش عارف انجلترا الشتاء مطر وفي فيها كده. كل الناس اللي عايشين في الجنوب في الحتت اللي فيها شمس وفيها حر وكسلانين ليه؟ لأن الشمس، يبقى الواحد قاعد في الشمس كده ايه اللي يخليه يقوم يشتغل؟ ولا فعلا تلاقي البلاد اللي فيها شمس وفيها حر الناس كسلانه وحر على الشغل يعني الواحد يقوم يشتغل، لكن البرد بينشط الواحد بيخليه. وبعدين ملوش مزاج في الاكل، الراجل اللي عايش في البرد ده بياكل حاجات مش طعمه عشان ما يعليش درجه حراره جسمه، ما يحسش بالبرد. ليه الناس اللي عايشين في البلاد الحاره جدا بيحبوا الشطه والحاجات الحاره عشان يعلي الجسم درجه الحراره فيتحمل الحراره اللي بره. فانت شايف انه الناس كانت ايام زمان كانت الناس ايام زمان عندنا سعيده، عندهم وعي، بيحبوا بعض بيحبوا بعض
جيران في تكافل. النهارده في كان في تسامح ديني وتسامح اجتماعي، ما حدش كان دريان مين ايه مين دينه ايه، ما كانش حد. احنا كنا في المدرسه في كان عندنا يهود وفي عندنا مسيحيين وفي عندنا مسلمين، وما حدش عارف مين ايه يعني. ما بنسالش انت ايه انت حد. وياخدونا مثلا كانوا اصحابي اللي عندهم اراضي ياخدونا كلنا نروح العزبه نقضي في العزبه كلنا مع بعض، ما تعرفيش مين ايه ومين دينه ايه ومين ملته ايه.